بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ أول فقراتنا النهاردة وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية من احتفال قوات الدفاع الجوي بعيدها 50 أو اليوبيل الذهبي. احتفلت قوات الدفاع الجوي أمس بمرور 50 عاما على عيدها، والذي يواكب ذكرى أول أيام ما سمي بأسبوع تساقط الفاندوم. ولتفاصيل أكتر هنروح نشوف في سياق التقرير اللي جاي، وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معي. في إطار احتفالات قوات الدفاع الجوي باليوبيل الذهبي، أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في كلمته التي ألقاها احتفالا بمرور 50 عاما على بناء حائط الصواريخ عام 1970، والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. نحتفل اليوم بمرور 50 عاما على إنشاء قوات الدفاع الجوي، والذي يواكب ذكرى أسبوع تساقط الفانتوم. لقد كان يوم 30 يونيو 1970 يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية، الذي يزخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوي، ويمثل الإعلان الحقيقي عن اكتمال بناء حائط الصواريخ بسواعد رجال وأبطال قوات الدفاع الجوي. وبدأ تساقط طائرات العدو الجوي معلنة بتر ذراعه الطولة وكسر إرادته لاختراق سماء الوطن، وقدرة مصر على أن تفرض إرادتها العسكرية على جبهة القتال. واتخذت قوات الدفاع الجوي من هذا التاريخ ذكرى وعيدا يحتفل به كل عام. يسعدني في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر باسمي وباسم قوات الدفاع الجوي لجميع القادة والضباط والجنود الذين شاركوا في صناعة هذا التاريخ العظيم. كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم الذين يواصلون الليل بالنهار سلما وحربا، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب واليقظة التامة والحفاظ على معداتهم. كما توجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي وعيناها الساهرة، المرابطين في ربوع الوطن الذين يتحملون مسؤولية الدفاع عن سماء الوطن وقدسيته، لا فرق عندهم بين سلم أو حرب. كما أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا على مستوى العالم. ونؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال قوات الدفاع الجوي يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين في مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على مجابة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن هذا الوطن وهذا الشعب الذي يستحق أن يزهو ويفتخر بقواته المسلحة. ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية شكر وإجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن نظل دوما جنودا أوفياء حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعا لأمتنا العربية. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا.
يعني نجحت وزارة المالية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 6 سنوات قيادة مصر في 2014 في تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، واللي انطلقت بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة لتأسيس دولة قوية اقتصاديا وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. للتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف أستاذ رجب محروس المتحدث باسم مصلحة الضرائب العامة لوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ رجب. طبعا نوري فندم، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. يعني بدايه نتكلم مع حضرتك عن اهم التعديلات التشريعيه الضريبيه اللي قامت بها وزاره الماليه لصالح المواطن، طبعا خصوصا لمحدودي الدخل. لو احنا بنتكلم على التعديلات التشريعيه من خلال 6 سنوات، اتعمل قانون 53 لسنه 2014 بان هو رفع الشريحه الموفاه من 5000 الى 6000 بالنسبة للموظف او بالنسبة للشخص الطبيعي اللي بيمارس نشاط تجاري او صناعي. اتعمل قانون 97 لسنة 2017 رفع الشريحة من 6500 الى 7200 واداله خصم ضريبي علشان يعادل الاسعار اللي كانت حصلت فيها ارتفاع بسبب تعويم الدولار خلال سنة 2016. ثم تم صدور قانون اخر 97 لسنة 2018 برضو برفع الشريحة الموفاة من 7200 الى 8000 جنيه وزياده الخصم الضريبي بالنسبه لمحدود الدخل من 80 الى 85 ومن 40 الى 45 ومن 7 الى 7.5. ثم صدر قانون اخيرا اللي هو هيطبق من اعتبارا من اليوم. صحيح. اللي هو 1/7/2020 برفع الشريحه الموفاه من 8000 الى 15000 والاعفاء الشخصي من 7000 الى 9000 وزيادة الفئات الضريبية الخضعة واستنباط شريحة موفاة بسيطة جدا لأصحاب الدخول المنخفضة بواقع 2.5% لل15000 الأولى التالية بعد ال15000 اللي هي الموفاة. إذا بالتالي هلاقي الموظف اللي مرتبه بيستحق عليه 24000 جنيه لا يستحق عليه ضريبة بعد أن كان في القوانين السابقة بيدفع ما يتقارب من 300 جنيه شهري. طيب هروح مع حضرتك يا استاذ. اتفضل. انا عايز اسال عن التعديلات التشريعيه اللي تمت بقى بخصوص يعني اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه وايضا متناهيه الصغر. تقدمت وزاره الماليه بالاشتراك مع وزاره التجاره والصناعه الخارجيه بمشروع يسمى مشروع المحاسبه للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وذلك بوضع ضريبة قطعية حسب فئات الأعمال، حسب فئات رقم الأعمال أو المبيعات السنوي. يعني هلاقي النهاردة المنشأة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 250 ألف جنيه هيكون عليها ضريبة قطعية بواقع 1000 جنيه سنويا، ويتم تقديم الإقرار بإقرار بطريقة مبسطة جدا، ولا يتم تعديل هذه الفئة إلا كل 5 سنوات. هلاقي رأي الممول اللي رقم أعماله بيتراوح بين 250 إلى 500 ألف هيدفع ضريبة 2500 جنيه. هلاقي الممول اللي بيتراوح رقم مبيعاته أو رقم أعماله السنوي من 500 ألف إلى 1,000,000 جنيه هيدفع 5000 جنيه. هلاقي الممول اللي رقم أعماله بيتراوح من 1,000,000 إلى 3,000,000 هيدفع 1% من رقم الأعمال. هلاقي الممول لرقم أعماله بيتراوح من 3,000,000 إلى 5,000,000 هيدفع 0.5% وهكذا لغاية 10,000,000 جنيه. صحيح. دي كلها محاسبة بنسميها محاسبة قطعية وذلك لتشجيع إدراج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية بالنسبة لوزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم التوسع افقي وليس التوسع راسيا. وده جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومه يا استاذ رجب. طبعا. عندما يتم التوسع افقيا بالتالي بيكون هناك تخفيض زي ما حضرتك شفتيها كده. ان احنا خفضنا اسعار الضريبه من بقت 2.5 بدل 10% وتم توسيع الفئات الضريبيه بين مراحل متوسطات الدخل. يعني كان عندي الاول من 1 لغاية 30,000 كان فيهم 8 معفيين و 22 ب 10%. لا قلنا النهارده من 1 ل 30,000 في 15,000 معفيين وفي 15,000 ب 2.5%.
اذا شايف حضرتك مستوى الانخفاض بعد ما كان 22 الف جنيه بيخضعوا ب 10% اصبحهم 15 الف بتخضع ب 2.5%. فهنا كل ما بصنع في القاعدة الضريبية كل ما بقدر اخفض سعر الضريبة، لان ده بيؤدي توسيع القاعدة الضريبية بيؤدي الى تحقيق الهدف المنوط به في موارد الموازنة العامة. صحيح. للدولة. صحيح. حيث ان المصلحة الضرائب من خلال وزارة المالية ومتابعتها الجيدة والتناسق والتناغم التام والكامل بين وزارة المالية كقائدة من خلال القيادة السياسية من خلال مصلحة الضرائب المصرية او من خلال المصالح الإيرادية للدولة، تم تحقيق الهدف المنوط به للدولة بأكملها من خلال تحقيق موارد الخزانة العامة للدولة بنسب في بعض السنوات اعتبارا من موازنة 2013 2014 الى 2018 2019 بنسب تتراوح في بعض السنوات تزيد عن بواقع 140% مما أدرج في موارد الموازنة العامة للدولة. تمام. ده بيرجع الى استقرار السياسة النقدية والسياسة المالية. صحيح. للدولة. ده من خلال التناسق بين الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي ومن خلال وزارة المالية بثبات السياسة النقدية والسياسة المالية. لما تلاقي حضرتك النهاردة ثبات سعر الفايدة على الإيداعات وسعر الفايدة على الإقراض وكذلك ثبات سعر صرف الدولار داخل السوق المصرفية، ده بيؤدي إلى تشجيع الاستثمار وبيؤدي إلى جذب الأموال الخارجية أو الاستثمارات الخارجية داخل مصر وبيؤدي إلى التحويل من خلال البنوك، وتم محو ما يسمى بالسوق السوداء من خلال الإدارة السياسية والإدارات المالية الناجحة من خلال وضع رؤية مستقبلية لمصر. ده بيؤدي كله زي ما حضرتك قلتي من هو من خلال فترة القيادة السياسية أو الموجودة حاليا، واللي بنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تستمر وأن تستمر مصر على أداء وتحقيق معدل نمو زي ما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تحقق نمو معدل نمو من ضمن الدول بواقع 83% وخلال السنوات السابقة الماضية من 2013 حتى الآن هناك معدل نمو مستمر. العام السابق كان معدل نمو 5.8 ولولا جائحة كورونا كان معدل النمو في هذا العام كان سيصل إلى 6.5% من الناتج المحلي. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا وكل التوفيق لحضراتكم ولوزارة المالية، وطبعا في تناغم زي ما حضرتك ذكرت ما بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية. بشكرك جدا أستاذ رجب محروسة المتحدث باسم مصلحة الضرائب العامة لوزارة المالية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا خلينا نروح لتقرير معانا كمان، يعني تواصل وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للأسر المصرية وتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر الاحتياجاً أو احتياجاً من خلال مبادرة كلنا واحد بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو. خلينا نروح نشوف تقرير مفصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر المصرية، قامت وزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بتوزيع مساعدات عينية على المواطنين الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وهو ما يأتي أيضا استمرارا للدور المجتمعي للوزارة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، دور تجسد واضحا في تلك المبادرة الإنسانية والاجتماعية التي أشاد بها الجميع. المساعدات هي سلع غذائية أساسية أعدتها منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، كما شاركت بمنافذ متحركة محملة بتلك المواد بالتنسيق مع مديريات الأمن توجهت إلى المناطق الأكثر احتياجاً، وكذا سيارات محملة بالسلع والمواد الغذائية. وإحنا كلنا واحد يا ريس، وكلنا مع وإحنا معاه
أقول له ربنا يبارك في عمره ويخليه لينا وينصره على اللي هو فيه ويزيله من نعيمه يا رب. حيث كان القائمون على توزيع تلك المساعدات حريصين على أن تصل لمستحقيها أينما كانوا، حتى في أماكن إقامتهم ولو كانت نائجة. بينما تم إعداد شوادر في أماكن محددة لاستقبال المواطنين المستهدفين بالمساعدات لتوزيعها عليهم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن حماية صحتهم وسلامتهم من خطر انتشار فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات الواقية ومسافات التباعد الآمن بين المواطنين. منذ انطلاقها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فإن مبادرة كلنا واحد وصلت إلى أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، وما زالت تستهدف المزيد منهم ترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتأكيدا على الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية التي توليه أهمية كبيرة بالتوازي مع دورها الأمني في حماية أمن الوطن. برحب حضراتكم مرة تانية مشاهدينا. يعني طبعا بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، طبعا مصر عاشت قبل ثورة 30 يونيو حالة من الفوضى، وطبعا محاولات من جماعة الإخوان للاستحواذ على مفاصل الدولة بأكملها دون الاهتمام باحتياجات المواطن. ووزارة التنمية المحلية بتعتبر إحدى أهم الوزارات الحيوية اللي بترتبط كل مشروعاتها ارتباط وثيق بخدمة المواطن بشكل مباشر، وشهدت الوزارة بعد ثورة 30 يونيو منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الإنجازات في ملفات ومجالات مختلفة. لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وصباح الثورة المجيدة، وصباح الخير على أهلنا في محافظات مصر كلها. وخليني أقول لحضرتك زي ما بقول كل يعني كل سنة في نفس اليوم، الحمد لله على سلامة مصر. كل سنة وحضرتك طيب ومصر بخير يا رب. طيب خليني أبدأ مع حضرتك الدكتور على طول، ونحب ناخد فكرة من حضرتك عن المشروعات الخدمية اللي وصلت تكلفتها ما يقرب من 157 مليار جنيه. خليني أقول لحضرتك إحنا على مدى الست سنين دول حجم هذا الإنفاق الضخم تم في ما يقرب من 23 ملف، يبدأ من المبادرة الرئاسية لحياة كريمة لتطوير وتنمية القرية المصرية، لتنمية المحلية بصعيد مصر، لرصف طرق محلية وكباري فوق السكة الحديد وأنفاق برضو نفس الشيء، تطوير منظومة النقل العام في القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، زائد كمان الأسكندرية، منظومة جديدة للمخلفات البلدية الصلبة اللي تعتبر إن شاء الله بتمامها يعني هتبقى شكل النظافة في مصر متغير، شكل تدوير المخلفات في مصر متغير، النظافة وتحسين البيئة والصحة العامة وتغطية الترع والصرف، الكهرباء والإنارة، الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم الاحتياجات، حل المشاكل الخاصة بالمشروعات المتعثرة اللي فاضله نص مليون، اللي فاضله 2 مليون، 3 مليون، 5 مليون ويتقفل ويخش في التشغيل، نفس الشيء برنامج مهم جدا يا فندم هو العدالة الاجتماعية، المشروعات المنفذة من على الهيئة الهندسية، برضو تشجيع الاستثمار في المحافظات المصرية، ملف كمان مهم جدا هو توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة. صحيح. كذلك الأمر التطوير الحضري، كذلك الأمر تقنين واسترداد أملاك الدولة، إزالة مخالفات البناء والتعدي على أراضي زراعية، تنمية الموارد البشرية وتقييم الأداء، المراكز التكنولوجية في المحافظات، وإن احنا ننقل الخدمات من الشكل المباشر والتعامل المباشر إلى التعامل الإلكتروني، ولا ابتدينا النهاردة إن شاء الله ولمدة شهرين ببث تجريبي، تشغيل تجريبي ل 54 خدمة بالتعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية، مشروع مهم جدا هدية للعالم كله، هو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة،
كمان حل مشاكل المواطنين من خلال مشروع البرنامج صوتك مسموع، تخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام زي ما بنتكلم شغلك في قريتك، كل دي فندم مشروعات تمت على أرض القرى والنجوع والكفور في المحافظات المصرية وفي المدن المصرية. طيب حضرتك ذكرت العديد من الملفات والإنجازات، خليني يعني أخذ من حضرتك كده ملف مهم جدا وهو مثلا ملف عمليات التقنين واسترداد أموال الدولة وإزالة المخلفات. إيه الإنجازات اللي تمت في هذا الملف؟ يعني شايفين إنجازات كبيرة جدا في هذا الملف في هذا التوقيت الحالي. خليني أروح بسرعة لتقنين الأراضي. زي ما حضرتك تعلم يا فندم أن إحنا اشتغلنا على مدى 15 موجة سابقة، ال 15 موجة السابقة دي استرددنا فيها حق الشعب، وده كان من الأهمية بمكان إن إحنا نتكلم فيه إزالة المخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة. نفس الشيء خليني أروح للجزء المهم جدا اللي بيتكلم في إن تم إزالة 750 ألف مخالفة مباني، تم إزالة 620 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية اللي هي ملك المواطنين، دي على مساحة لوحدها 35 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية. لما نقول يا فندم إن إحنا تم إزالة 750 تعدي على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة، غلق 1500 معبر غير قانوني، يعني ناس هتحامى على نفسها كده، كل ده فندم بيأثر تأثير سلبي جدا على حياة الناس، لأن ده في حد ذاته خطر شديد جدا. لكن لما نيجي بقى نتكلم على الملف الآخر اللي على التوازي شغالين فيه اللي هو ملف التصالح مع مخالفات البناء الممكنة، هنلاقي ان احنا عندنا دلوقتي 330 ألف طلب تقدم للتصالح، وده في حد ذاته مهم جدا، وفتحين الباب لمشاركة لتوسيع قاعدة المشاركة مع الناس علشان يتم التصالح وتقنين أوضاع الناس. بينما اللي فيه بقى تعدي سافر على أرض الدولة هذا أمر غير مرفوض، لأن احنا ببساطة شديدة جدا حريصين كل الحرص. يعني لما نيجي نتكلم مثلا في الناس اللي طالبة إنها تقنن أوضاعها، الطلبات الجادة في تقنين الأوضاع، وده بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي والوزارات المعنية في الدولة المصرية والمحافظات المصرية التي لا تألو جهدا إنها تبذل هذا المجهود، هنلاقي إن احنا استردينا 3 مليون فدان أراضي زراعية، واستردينا 182 مليون متر مربع أراضي مباني، دي حق الشعب. احنا استردينا هذه الأراضي لأن دي حق المجموع المصري كله، حق الشعب المصري كله. لو جينا نصنف في الأراضي دي هنلاقي أراضي صحراوية حوالي 184 ألف فدان، هنلاقي أراضي بناء حوالي 4 مليون متر مربع. إنما لو جينا بصينا للمتحصلات الناتجة عن هذا الأمر اللي الدولة حصلته حوالي 3.6 مليار جنيه. فطبعا ده في حد ذاته فندم يعني ده حق استرد للشعب في الخزانة العامة للدولة المصرية، تستخدم لتمويل مشروعات حقيقية على أرض المحافظات المصرية. طيب أخيرا يعني كمان من ضمن الملفات اللي حضرتك ذكرتها ملف فرص العمل أو خلق فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، سريعا الإنجاز اللي عملناه في هذا الملف. خليني أقول لحضرتك لتشجيع ريادة الأعمال، احنا برنامج مشروعك نفذ إلى الآن قروض مع 6 بنوك وطنية بصالح المحافظات المصرية تقدر ب 14.2 مليار جنيه. ده في حد ذاته خلق فرص عمل حقيقية تتمثل في 729 ألف فرصة عمل، ما يزيد عن 146 ألف مشروع. ده في حد ذاته قيمة مضافة حقيقية لأول حاجة لحل مشاكل الشباب اللي حل مشكلة البطالة، تاني حاجة انت زودت المعروض السلعي والخدمي من سلع وخدمات على أرض المحافظات المصرية، تالت حاجة مهمة جدا ان انت خرجت الناس دي من الشريط الضيق جدا، الناس اللي قاعدة تستني وظائف في الحكومة أو في غيرها،
بقى أصبحوا النهاردة هم اللي بيخلقوا الوظائف دي، هم اللي بيخلقوا المشروعات دي وبيكبروا بهذه المشروعات. ده في حد ذاته إيجابي جدا وتغيير في ثقافة العمل بالنسبة لنا. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا وكل سنة وحضرتك طيب دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا وأخبارنا، خليكم معنا. بداية غير كل بداية، هنا بيتولد نور جديد لطفل لسه ما اتولدش، عصر جديد، فكر مختلف بينور طريقنا وبيكشف لنا مبارح والنهاردة. هو ده النور اللي بيربطنا بالعالم، اللي دايماً بنرجع له وبيزود ثقتنا في بلدنا، اللي بيها نقدر نواجه الإشاعات اللي عايزة تفرقنا. لمستقبل لازم كلنا نبنيه سوا، نبنيه بالفكر والمعرفة، لأن التطور والتكنولوجيا هم سلاحنا. لطفلة هتبقى بكرة أم، لطالب هيشيل بكرة مسؤولية بلد، لشاب بقوة علمه هيقدر يحمي شعب. هم دول نور مصر اللي وجودهم مع بعض هو مصدر قوتهم، قوتهم في الرابط ما بينهم، حبهم لبلدهم هو اللي مخلي إيدهم في إيد بعض. كل لما بيقربوا من بعض بيوصلوا بطموحهم لبعد تاني ملوش سقف ولا ليه حدود. والنهاردة مهما اختلفت الأجيال موقع واحد بيجمعنا. هو ده النور، نور بيجمعنا. residency.eg. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. افتتحت وزارة السياحة والأثار قصر البارون بحي مصر الجديدة بعد اكتمال ترميمه وتجديده وإحيائه مرة أخرى وإعادة فتحه للجماهير. وأكد وزير السياحة والأثار خالد العناني أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المشروع الأثري السياحي الهام يؤكد على الدعم غير المسبوق الذي توليه مصر لقطاعي السياحة والأثار. خلينا نروح نشوف التفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم. أحب أدي فكرة مختصرة مين هو البارون. اسمه إدوارد لويس جوزيف إمبان، اتولد في بلجيكا سنة 1852 ومات سنة 1929 واندفن في كنيسة البازيلكا هنا بناء على وصيته. خد لقب البارون نتيجة إسهاماته في تنمية الاقتصاد البلجيكي وخد اللقب ده من ملك بلجيكا. في 1907 بدأ البناء، استغرق 4 سنوات، انتهى في 1911. وفي 2007 تسلم المجلس الأعلى للآثار هذا القصر اللي هو مسجل من 1993. من 2007 ما فيش شغل تم لغاية منتصف 2017 تم إسناد الأعمال الإنشائية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمرممين المصريين اللي بدأوا بعمل الترميم الدقيق والترميم المعماري. استغرق العمل 3 سنوات كلل التعب بنجاح بافتتاح باهر كان شرف لينا إن فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح هذا القصر 29 يونيو 2020. عملنا مكاشف عشان التأكيد على اللون الأصلي لهذا القصر وده فعلا اللي اتبع. 175 مليون جنيه صرفها المجلس الأعلى للآثار أو وزارة السياحة والآثار لإنقاذ وعودة هذا القصر للحياة مرة تانية. قصر البارون عبارة عن بدروم وطابقين. البدروم كان سكن للخدم، كان مطابخ، أحواض، سخانات، مواقد. الطابق الأول
عبارة عن صالة وغرفتين معيشة وحمام. الطابق الثاني ممر بأربع غرف معيشة وأربع حمامات وسلم حلزوني يوصل إلى الروف سطح هذا القصر اللي مزين بالفسيفساء، كان بيستخدمه البارون لحفلات العشاء والباربيكيو والمناسبات الخاصة. في بعض الأساطير اللي كانت تروى وتحكى عن هذا القصر من انه بيلف 360 درجه، كلام ده خزعبلات، انه في نفق يوصل الكنيسه على بعد كيلو تحت الارض، خزعبلات. بيتكلم ان الطراز بتاع القصر على الطراز الهندوسي الاوروبي الاسلامي، فكانوا بيقولوا الهنود والهند والصحراء، فكل من اللي يدخل يتسحر ويتشعوذ، الكلام ده كله عاري تماما عن الصحه. بالنسبه لي انا شخصيا كعضو برلمان كان امل كبير ليا ان انا اقدر في يوم من الايام ان احرك هذه الايقونه اللي فشلت اجهزه كتيره في الماضي وحكومات متعاقبه انها تقدر تستعيد الحياه لهذا القصر. فمع بدايه عام 2016 تواصلت مع السيد الوزير السابق ممدوح الضماطي وعملنا لقاء ثم زياره للقصر، وكانت المشكله الاساسيه في التمويل. بعدها تولى السيد الوزير خالد العناني وزاره الاثار. بعدها بقى اتفقنا على ان احنا نبتدي نتعامل بشكل اكثر واقعيه. مفيش فلوس، طب عندنا بعض الاماكن اللي هتنهار، كان منها جزء السلالم اللي شايفها اللي طالعه من الحديقه. ابتدينا خصص السيد الوزير مشكورا مليون جنيه زي ما بنقول كده من لحم الحي من الوزاره نفسها عشان يعمل درء للمخاطر ويعمل سندات تحت الاسقف دي من البدروم بتاعنا. تقدمت بطلب إحاطة في البرلمان وطلب سيادة الوزير وفي لجنة الإعلام والثقافة والآثار. تناقشنا في هذا الأمر مع سيادة الوزير، هناك 2000 أثر وزارة الآثار بتشرف عليهم وبتديرهم صيانة وأمن وخلافه، وطلبت على رأسهم قصر بارون أن يتم تخصيص جزء من الموازنة ليهم وفي شكل عاجل. والجميل في أيضا الموضوع اللي ما يعرفوش ناس كتير أنه هو مصنع من الكونكريت الخرسانة، فدي كانت من المباني الخرسانية اللي موجودة في القرن العشرين، ودي كانت ثورة تكنولوجية في هذا الوقت، واستخدمت بعناصر منفصله، يعني راجل كان بيجهزها وبعد كده ايه قعد يجمعها مع المبنى. هي رساله مهمه ان احنا حتى مع هذا الظرف الصعب احنا بندي رساله ان احنا منفتحين وان احنا قادرين ان الناس تستمتع بوقتها في ظل بعض الاجراءات الاحترازيه وظل الروز والقواعد اللي هم هيتبعوها. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. يعني بدأت طبعا بقالنا تقريبا كده أسبوع خطة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، لأن العالم فعلا بدأ بالتحرك والتعايش مع الفيروس. أهم النصائح الوقائية للتعامل مع هذا الفيروس، احنا معانا عبر الهاتف دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك كل المستمعين مشاهدين ومستمعين في كل مكان في العالم. بداية نصائح حضرتك للوقاية من فيروس كورونا وخصوصا في وسائل المواصلات، وطبعا الازدحام اللي بيكون موجود في وسائل المواصلات وأيضا المترو ووسائل المواصلات العديدة، يعني إزاي نقدر نتعامل مع التزاحم ده ويكون عندنا إجراءات وقائية واحترازية جامدة جدا علشان نقدر نتفادى هذا الفيروس؟ إذا أنا هخرج من البيت وهضطر أسيب البيت دلوقتي، يبقى لازم أول حاجة أن أنا أعرف أن أنا رايح حرب. العالم كله في حالة حرب حالية، 213 دولة لحد 24 ساعة الأخيرة 47 ألف حالة في أمريكا، ودي دولة كبيرة عظمى مفروض. يبقى أنا هخرج، أنا رايح المعركة عايزة سلاح وعايزة درع. الدرع بتاعي هيبقى هو الماسك، السلاح بتاعي هيبقى هو الكحول في ايدي. يبقى الكحول، او خلي بالك لو مش عايز الكحول تخت ايدك، خد معاك بقى مجموعه من القفازات او الجوانتيات. ده عشان انا هنزل بره، هروح في اي مكان. تمام. هبتدي انزل في بيتي، قدامي حلين. هل انا انزل على السلم ولا اسانسير؟ والله لو انا اقدر على السلم يبقى احسن. ليه؟ اصل الاسانسير اصبح من احد المخابئ الشهيره دلوقتي للكورونا. يعني معنى كده اصبح دلوقتي حاجه اسمها اتيكيت الاسانسير. بمعنى لو في ثلاثة مش هركب، لو في اثنين هخاف، واحد بس وعلى شرط جوه الاسانسير مش هتكلم، مش هضحك، مش هفتح فمي، ولابس الكمامة ولابس الجوانتي. ليه؟ لان طبع فعلا ان في حالات كتيرة جدا في اوروبا وامريكا وكل العالم
عن طريق الاسانسير، بلمس الاسانسير، بلمس مفاتيح الاسانسير، حد يتكلم معايا في الاسانسير، ابص لحد ويعطس في وشي وهكذا. طيب انا هلمس الزراير الاسانسير عن طريق الجوانتي او الجلافز اللي انا لابسه. طيب بس على لو انا مش لابس بقى، او حد مش لابس الجوانتي بايده هيلمسها بايده. طيب يبقى هات منديل ورقي والمسها بايده. تمام. هات منديل ورقي، هات كيس، هات كيس اي حاجه، كيس بلاستيك، كيس فاكهه، اي حاجه. المهم ولو حاجه لمستها بايدي اعرف ان ايدي اصبحت ملوشه، فمنتاش واجي احطها عندي انفي وفمي والعيني. ليه؟ لان في المستشفيات في اوروبا وفي امريكا في اطباء ماتوا من الحته دي. يعني المستشفى فيها اسانسير، الدكتور ركب وما خدش باله وداس ومستعجل عشان ينقذ مريض، وقعد شويه حط انفه لمس انفه باليد الملوثه فماتوا. يبقى دي خطيره جدا ومحدش واخد باله. صحيح. بعد كده انا طلعت بره في الشارع، قدامي حلين، هركب معايا السياره بتاعتي ولا هركب مواصلات عامه ولا ايه؟ يبقى لو السياره بتاعتي ممكن انا استخدمها بدون الماسك. لو هستخدم مواصلات عامه يبقى اختار المواصلات العامه الاقل ازدحاما. لو هستخدم المواصلات العامه اخلي بالي، ما اقعدش انا كل شويه ابص في اللي قدامي والعين تيجي في العين، ابعد شويه اكتر من متر على قدر الامكان. واذا انت عندك وقت وجيت في محطه وشايف المتر اللي انت راكبه او الاتوبيس زحمه، سيبه وانزل تاني وخد حاجه تكون اقل ازدحاما. شوف بقى ازاي احنا بنفكر دلوقتي. هنروح العمل، المفروض العمل يبقى ما فيش موظفين كتير دلوقتي، نقلل على قدر الامكان يبقى كله اونلاين. صحيح. اخلي بقى انا دخلت دلوقتي، انا دخلت مكتبي. منظفينه معقمينه، بس انا حشك. يبقى اول حاجه ان انا هلمس ايه؟ هلمس ايد الباب هطهرها. تمام. هلمس الزرار بتاع الكهرباء، هلمس الجرس، هلمس كل حاجه هلمسها يسموها الاسطح التي يتعادل اللمس، الاسطح متعدله اللمس، من ضمنها كمان الحمام، كل حاجه في الحمام همسكها بايدي، الحاجات دي كلها والمفاتيح بتاعتي لو طهرتها كل ساعه على قدر الامكان. والموبايل نفسه برضو اطهره، واللابتوب نفسه، الكمبيوتر اطهره. صحيح. عملت كده. بعد كده انا رايح فين بعد كده؟ خلصت العمل بتاعي هروح في اي سوق، هروح في سوبر ماركت، هروح في مدرسه عشان اقدم لجني او اروح جامعه او حاجه. خلي بالي وانا رايح هناك الطوابير، في حاجه اسمها دلوقتي اتيكيت التبضع. يعني ايه؟ يعني اما ادخل في سوبر ماركت والاقي زحمه اسيبه وامشي. اما ادخل في سوبر ماركت والاقي الكاشير مش لابس كمامه هنبهه اقول له مش جاي لك تاني عشان اعاقبه عشان اعلمه ما يعملش كده تاني. اما الاقي ناس واقفين في الطابور ومش ملتزمين واللي بيضحك واللي بيقرب مني بنبههم، واذا مش هيستجيبوا هسيب المكان ده وامشي. شوف ازاي انا بخاف على نفسي، الناس بتموت. بعد كده كمان هروح بقى في طيب نرجع للبيت. نرجع للبيت يا دكتور. يعني اهم حاجه، اهم مرحله، ان انا بعد ما كنت متعايش مع الناس في الشارع انا راجع البيت واهل بيتي وفي مثلا ناس مسنه في البيت، ازاي احافظ عليهم؟ بصي بقى حضرتك دلوقتي الابحاث بتقول ان الحذاء، مع ان الحذاء قليل الفرص ان هو ينقل العدوى، ولكن انا هشك في الحذاء بتاعي. تمام. يبقى لان الميكروب بيسقط على الارض، فهتلاقي ممكن دلوقتي العالم كله فيه ميكروبات، فممكن الميكروب موجود على الارض هو ولا غيره. يبقى الحذاء بتاعي ما يدخلش البيت، واذا دخلت البيت احطه في كيس او في دولاب ولا حاجه ولا بجزمه وما خلوش يعدي جوه. واحد. تمام. اثنين، هو في احتمال شويه قليل ان الملابس، يبقى الحل كل ملابسي هتخلص منها وهستحم تماما من فوق لتحت. ليه؟ لان الشعر كمان لو شعر طويل ممكن، واللي حصل في الصين كل البنات اللي كانوا بيشتغلوا في ووهان طبيبات ومستشفيات حلقوا زيرو. صحيح. شفناها بعينين. دكتور مجدي، طيب انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على هذه النصايح. بشكرك دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرتنا الاخباريه انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفيه وضيفنا استاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالاهرام. خليكم معانا.